ما هي الأسباب وراء استفحال أزمة المياه في البلاد؟ وهل يضاف لأي سبب بديهي مسألة سوء الإدارة أو الفساد أيضا؟ طبعا احنا عندنا بالعراق اسباب الازمه الرئيسيه سوء الاداره، الفساد، الاجندات المتنفذه التي تعتبر او تتواجد يدها الطائله في العراق، وكذلك الاحتباس الحراري. هذه كلها الاسباب تسبب خلطه كارثية بالنسبة للمواطن العراقي. للأسف لا يوجد الآن الوزارة الحالية والوزير الحالي من الجيل القديم، الجيل التقليدي الذي تعود أو يتعامل مع الوفرة. وأنا حقيقة لما كنت بالمسؤولية استعرضت، طلبت من عنده أنه يقدم حلول، لم يقدم حلول، فكتبت إلى رئاسة الوزراء أنه هذا الرجل ناظر بالعرض ولا يوجد عنده شيء يعالج به التحديات، فأنهيت عقده كمستشار في الوزارة. للأسف رجع، والآن حسب ما مطلعين عليه ونطلع عليه أنه رجع إلى العهد القديم اللي هو في الوفرة، ويتعامل مع يعني يتعامل وكأنه مسترخي وكأنه العراق في ربيع.